مرحبا مشاهدينا، نتابع اهم انباء المال والاعمال. وميرنا ايهاب، اهلا بك. شكرا سحر، شكرا ايمان. والان جوله اقتصاديه جديده محليا وعالميا. شهد رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع مراسم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة أنكوراج للاستثمارات لإنشاء مصنع للبتروكيماويات بالعين السخنة. وخلال كلمته أكد ربيع أن هيئة قناة السويس لا تدخر جهدا نحو تعظيم الاستفادة من أصولها ومواردها على النحو الأمثل، موضحا أن الاتفاق يعد خطوة هامة نحو إقامة مجمع صناعي للبتروكيماويات لتنويع مصادر دخل الهيئة وتعزيز الجهود التنموية بمنطقة قناة السويس وتوفير فرص عمل للشباب. استقبلت المهندسة رند المنشوي مساعد أول رئيس مجلس الوزراء بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة وفدا رسميا من وزارة الخزانة الأمريكية. استعرض اللقاء الجهود المصرية المبذولة لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار. وأكدت مساعد أول رئيس مجلس الوزراء أن القيادة السياسية ورئيس الحكومة يضعان هذا الملف على أجندة الأولويات خلال المرحلة الحالية. كما تطرق اللقاء إلى عدد من الملفات لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار، من بينها صندوق مصر السيادي ووثيقة سياسة ملكية الدولة وقانون الحياد التنافسي. أعلنت الحكومة التعاقد مع الهند والسودان وجيبوتي وتنزانيا وأوغندا لاستيراد اللحوم. وأشارت الحكومة إلى وصول كميات كبيرة من الرؤوس المتعاقد عليها بمجزر شركة جنوب الوادي، وذلك للتنمية بتشكا ومجزر سفاجة بالغردقة ومجزر أبو سمبل بأسوان، مشيرا إلى أنه جاري التعاقد من خلال هيئة السلع التموينية على توفير 5000 طن لحوم مجمدة، ومتوقع طرحها بأسعار تنافسية تسهم في تخفيض واستقرار أسعار اللحوم المجمدة، فضلا عن اتخاذ إجراءات التعاقد على 1000 طن لحوم هندية مجمدة متوقع وصولها هذا الشهر. أنهت البورصة المصرية تعاملات الجلسة نهاية جلسات الأسبوع بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين وسط تداولات تجاوزت 2.3 مليار جنيه. وربح رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.136 تريليون جنيه. وعلى صعيد المؤشرات، أغلق مؤشر البورصة الرئيسية EGX 30 على ارتفاع نسبته 1% مسجلا 17521 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX 70 بنسبة 12% منهيا تعاملات عند مستوى 3652 نقطة، فيما أنهى مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا على ارتفاع بنسبة تقدر ب 30% عند مستوى 5333 نقطة.
أعلن مكتب رئاسة الوزراء الفلسطينية عن انطلاق مبادرة أوروبية بقيمة 200 مليون يورو لدعم إدارة الموارد المائية الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك على مدى 3 سنوات. وأضاف المكتب أن المبادرة تهدف إلى تحسين إدارة المياه بشكل مستدام من خلال معالجة مياه الصرف الصحية الشاملة، وإعادة استخدام المياه عالية الجودة في الزراعة، وإعادة تغذية الخزان الجوفي. انتهت أخبار الاقتصاد، والعودة إليكم سحر وإيمان. شكرا لك ميرنا.